السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد غياب طويل. أتمنى أنه يكون رجوعي فيه الفائدة لكم. طبعا أنا راح أنزل شروحات يومية أو شبه يومية على حسب الاستطاعة، راح أنزل لكم شروحات مفيدة في أجهزة الأندرويد، وكلنا طبعا الأغلب اللي يستخدمون أجهزة الأندرويد حابين يستفيدوا من النظام بشكل أكبر. طبعا اليوم شرحنا راح يكون عن تطبيق، وانا اعتقد ان في اغلب الناس شرحوا عن التطبيق هذا، ولكن انا بحب اشرحه بطريقتي الخاصة. اتمنى تكون طريقتي الخاصة واضحة. شرحي راح يكون عن تطبيق اسمه النسخ الشامل. الكل فينا يحب ينسخ له كلمات او حروف او معلومات معينة في الشاشة، لكن للأسف الشديد يضطر أنه يصور الشاشة، يعمل سكرين شوت للشاشة بشكل كامل، من ما يخليه يضطر أنه يأخذ المعلومات منها ويسجلها في الجهة اللي يبغاها. طبعا الشرح اليوم راح أخليه بشكل اختصار، أنت ما راح تحتاج بعد اليوم أنك تصور الشاشة بشكل كامل، لا راح تنسخ أو تنسخ الكلمات من هذه الشاشة، سواء هي حروف واضحة أو صورة داخلها حروف. الشرح راح يكون على تطبيق اسمه النسخ الشامل. الشرح راح يكون على نظام الأندرويد. طبعا التطبيق موجود عندنا هنا، تطبيق اسمه النسخ الشامل. أنا وجدت له شروحات الموضوع هذا، طبعا أنا استخدمه لي أكثر من كم سنة، ولكن حسيت بعض الشروحات ما وفت حق التطبيق. التطبيق هذا فيه ميزة تصوير شاشة، وهذا اللي يخلي بعض الكلمات الصعبة اللي إنك تنسخها ينسخها لك. طبعا التطبيق موجود في جوجل بلاي. بعد تحميل التطبيق راح يطلب منك التطبيق بعض الصلاحيات، لازم تعطيه صلاحيات كاملة، صلاحية النسخ الشامل وصلاحيات الإشعارات. الإشعار جدا مهم والنسخ الشامل جدا مهم. التطبيق غير مجاني، التطبيق راح يكون غير مجاني ويعطيك الفائدة مثل ما يكون بلس كأنك اشتريته، ولكن الفرق بالبلس والنسخة العادية انه راح يكون النسخة العادية تعطيك بعد كل نسخ تنسخه 5 ثواني من الإعلانات التجارية. فأنا أشوف أنها صراحة يعني أمر عادي وممكن الواحد يتحمله، إذا كان أنك ما تحمله اشتري التطبيق موجود في جوجل بلاي. طبعا الإشعارات مثل ما قلنا لازم يكون موجود الإشعار على حسب اختيار المستخدم. في بعض المستخدمين يقول لك أنا والله ما أبغى في البار يكون عندي إشعار مثل الموجود هذا، أنت حر في الموضوع هذا. الإشعار أنا فقط حاطه لأني أستفيد منه بشكل أسرع. كيفية العمل في التطبيق، فقط إذا سحبنا البار وضغطنا على النسخ راح يعطينا نسخة كاملة، هو راح ينسخ نسخة كاملة ولكن ما يحفظها، إحنا فقط نختار الكلمات اللي نبغى نحفظها. مثلا عندك احصل على بلس نسخها لنا كلمة، أو الكلمة اللي تحت انسخ على بلس أطلق العنان نسخها لنا، على حسب، إما أنسخ حروف إما أنسخ أرقام إما أنسخ كلمات لغة إنجليزية أو عربية ما هي مشكلة. مثل ما أنتم شايفين هذه النسخة العادية، طبعا راح ينسخ لنا 19 نسخة، مثل ما أنتم شايفين قدامكم 19 نسخة في النسخة العادية، وممكن النسخة البلس بتكون أكثر من كذا. الميزة في هذا التطبيق والميزة الأهم في هذا التطبيق انه عندي اي صوره انا ماني قادر اصور، مثلا عندي اي صوره انا ماني قادر انسخ الكلمه اللي في الصوره هذه، مثل ما انتم شايفين عندي صوره لينكس لكن انا ابغى انسخ كلمه لينكس هذه فماني قادر انسخها، بامكان هذا التطبيق انه ينسخها. مثل ما قلت لكم في طريقه المسح الضوئي او المسح او صوره هي مثل صورة الفيديو تعتبر، ولكن تسحب الكلمة فقط بدون ما أنسخ الشاشة وأحفظ من الصور هذه اللي تعبي لي السروق الذاكرة الداخلية. هذه هي طريقة الماسح الضوئي، مسح لي صورة. هل تريد بدء تسجيل أو إرسال؟ نعم، أعطاني التسجيل كامل، أعطاني
كلمة لينكس مثل ما احنا شايفين، نسخ لي كلمة لينكس. طبعا الدائرة اللي بعدها حسبها قوس، وهذا أمر طبيعي يعني نقدر نعمل. بس قبل ما نبدأ جايب لكم لعبة مرة جميلة، شوفوها اليوم جايب لكم مثل ما قلت لكم، أنا عندي النسخة العادية طلعت لي فيها دعاية 5 ثواني فقط، نقدر نعمل لها إرسال فين ما كانت، أي حرف أي معلومة. أنا بإمكاني أنسخ الصورة هذه أو أنسخ كلمات. طبعا هذه الآن أنا أقدر أنسخها نسخة عادية بدون ما أنسخها صورة. طبعا هذه نسخها لي نسخة كاملة، لكن أنا أبغى أنسخ صورة. أنا عندي صورة طلعت، هذه عندي صورة، فيصعب على النسخ الشامل أنه يصور لي صورة. أنا أبغى أصور الكلمات اللي داخل النسخ الشامل. نعمل له أوكي، نروح للصور، هذه الصورة قدامنا. أنا أبغى أنسخ الصورة هذه، هذه صورة فما يقدر ينسخها نسخ عادي، وهذه المشكلة اللي يعانون منها ناس كثير. أنا عندي صورة حاليا فيها معلومات كاملة، أنا أبغى أنسخها. كيف أنسخها؟ أنسخها بالطريقة وضع المسح الشامل. هذا وضع المسح الشامل، راح يعطيني نفس القضية إني أنسخ الكلمات اللي أنا أحتاجها. أتمنى يكون شرحي مفيد وسريع. أنا راح أضع رابط التطبيق في الوصف، وإن شاء الله راح أتواصل يعني بفيديوهات مفيدة لنا بشكل يومي على القناة. أتمنى أنكم تدعموني، أتمنى أنكم تعملون للفيديو لايك، أتمنى أنكم تتابعون القناة، وراح تلقون إن شاء الله كل شيء مفيد وجديد حتى في أنظمة اللينكس وأنظمة الويندوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.